Valtía, va Kiai Qasim, va Kiai Sulaiman, va Kiai Ining, wala arwahi ba Haji Imam Mawardi, wala arwahi akhina Haji Abdul Khalik Mustaqim Salihim Farihim Asbaji Lahum Al-Fatiha. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونخص خصوصا إلى روحي salah setunggaling wayahe atake Nasrullah ingkang nembe kapundhut nggih menika ning nada utawi ning wardah patatin nada putri ning Gus Muh. Mugi-mugi tuwin paringi husnul khatimah saged nderek para leluhur para mbah-mbahipun para kyaipun. Nah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Wa ila ruhi abaina wa ummahatina وأجدادنا وجدادنا وحواشينا وإلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا اله الا الله والله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا
أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا أيوم بقل يموت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله خليل الله لا إله إلا الله محمد الحبيب الله لا إله إلا الله محمد صفي الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا النائمين تعالى على قوتي الا بالله العلي العظيم. اللهم لك اللهم لك الحمد ومنك الفرج وليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد الشكر ولك المن فضلك فانت ربنا هبا ونحن عبدك لبا فانت لم تزل لذلك اهلا. اللهم يا عظيم السلطان ويا قديم اللسان ويا دائم النعم صل على سيدنا محمد وآل وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأفعال وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت. اللهم تقبل منا وأصل ولصاب ما قرناه من سورة الفاتحة وسورة إخلاص الموعدين وآية الكرسي وبعد ذلك. فما هللنا وما سبحنا وما حمدنا وما استغفرنا وما كفرنا وما صلينا هدية واصلة ورحمة نازلة شاملة إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواجه وذريته أهل بيته أصحابه أجمعين جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأولياء المقربين والعلماء العاملين وإلى أرواح مشايخنا المذكورين أجمعين وإلى أرواح خصوصا أصحاب الحول شيخنا أحمد نصر الله بها عبد الرحيم أخي فردية أخي سليمان بها قسيم هينينغ وإلى أرواح وإلى أرواح أخينا كي عبد الخالق مستقيم أخينا حجي إمام موردي وإلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا حواشينا وإلى أرواح جميع المؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والرضوان عليهم. اللهم أكرم نزلهم ووسع مداخلهم واجعل الجنة أصلهم. اللهم اجعل قبورهم من رياض الجنة ولا تجعلها من خفر النيران. اللهم ارفع درجاتهم في الجنة وعد علينا من بركاتهم
wa asrarihim wa anwarihim allahumma man hadi fid dini wad dunya wal akhirah ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم سلسل إلى روحي إلى روحي النجاة اللهم اغفر لها وارحمها وأعف عنها واجعل الجنة أسماها اللهم اجعل ما قرأناه فداء له من النار وفكاكا له من النار وحجابا له من النار وعتقا له من النار برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا وحياتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك يرحمنا اللهم اجعل خير عمرنا اخره وخير عملنا خاتمه وخير ايامنا يوم نلقاك فيه اللهم اختم لنا بخاتمه السعاده واجعلنا من الذين سبقت لهم الحسنى زياده جاي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعه اللهم اسق الينا من رحمتك ما يغنينا وانزل علينا من بركاتك ما يكفينا وادفع عنا من بلائك ما يبلينا والهمنا من العمل الصالح ما ينجينا وجنبنا من العمل السيئ فرضينا اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من الصالحين اللهم اجعلنا واهلنا واولادنا واسهرنا اخفادنا تلامذنا ذريتنا من عبادك الصالحين من عبادك المتقين من علمائك العاملين من عبادك العالمين العاملين النافعين الناجحين في الدين والدنيا والآخرة اللهم بارك لنا فيما رزقتنا بارك لنا فيما أعطيتنا بارك لنا فيما علمتنا بارك لنا فيما فضلتنا بارك لنا في معهدنا وفي مساجدنا وفي مدارسنا وفي بلادنا واجعلها نافعة مباركة ميمونة محبوبة في قلوب المؤمنين قائمة إلى يوم القيامة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب تقبل دعانا بسير الفاتحة عقل شاطر الرجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dumateng Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Hasan dihaturkan terima kasih. Hadirin hadirat, acara salajengipun inggih menika istirahat. Dumateng panitia yang bertugas dipersilahkan.
opone. Oh. Ben iki. Mario. 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 Yo aquí langsung di. Acara ini. Nanti. Ini tunggu mikir iki. Mikir. Thank you.